جالنا الاسبوع ده تقرير بيعمله فريق الديجيتال بتاعنا، الديجيتال تيم، على المقاطع والحاجات اللي اتعرضت في 2018. الحقيقه ان هو بص على كل الحاجات اللي اتعرضت في عموم مصر كلها، جمهوريه مصر العربيه، واتفرج على او الجزء من التقرير المقاطع الخاصه بينا احنا. والتقرير كده كان بيتقدم لنا في حالة من الزهو والفخر اللي طبعا جات لنا احنا كمان، عشان الارقام اللي بتقول ان المقاطع دي كانت الاعلى المشاهدات في مصر كلها. انما بعيد عن الارقام وبعيد عن الزهو والفخر، فكرة المتعة. احنا قعدنا نتفرج على المقاطع دي تاني احنا والتيم، احنا وفريق البرنامج، وحسينا انه كان في لحظات حلوة جدا في 2018 قدمناها في البرنامج، لحظات مرحة جدا ومليانة ضحك، ولحظات صادقة جدا تحترم اللي كان بيتكلم فيها، ولحظات مليانة متعة. خلينا نفتكر بعض المقاطع الأعلى مشاهدة في 2018 من برنامجنا المتواضع. انا جايبه لك دي. ايه ده؟ وصلت بيها. وصلت بيها. اول حد لازم يركب العربيه اصلا. ايه اول حد لازم يركب العربيه ويبقى لا انت دي عربيتك انت. لا دي عربيتك انت، انت اللي لازم تركبيها. انت اتعرفتي عليها فين يعني؟ عن طريق ناس صحابنا، يعني ناس اعرفهم فكانت موجوده، فتعرفت عليها بعد اسبوع اسبوعين كده، فلقيتها يعني الدنيا لطيفه. وبعدين جت قالت لي انا هتجوزك على فكره. قلت لها هتجوزي مين؟ قلت لها انا. قالت لي اه. قلت لها انا انسي. فقالت لي هتجوزك والله. قلت لها والله ما هتجوزك. قلت لها انا ما بتجوز، مش هتجوز. قالت لي والله العظيم هتجوزك وهتشوف. وعملتها بنت اللذين. كل اللي بيقول ان دي لانسز ولا لا، اقدم لكم بابا عشان هو ما جاش معايا النهارده في نفس اللون العينين، عشان بس الناس. اه هو انت ناس بتقول لك ان دي مش عينيكي؟ دي اللحظه بيبعتولي على انستغرام يقولي الحقيقه دي عينيكي ولا لانسز. فمش عارفه اجيب يعني. لا بجد قولي الحقيقه، لانسز ولا. طب بالنسبه لماما؟ بالنسبه لي انا لانسز برضو، وماما وبابا لا وتيتا. دليل جايبه لكم الدليل القاطع بقى، محدش يعترض. ابويا كان معانا شويه غنم، هي كان ابويا بيخليني ارعى، يعني هو الغنم انا واخويا بس بنرعاهم. الاول ما رضاش اني اروح المدرسه. انت ما فيش حد في اخواتك متعلم يا عيده؟ لا اخويا ما كان بعيد المدرسه علينا، وكناش بنتعلم. نفسي اروح انا المدرسه، قلت اعيط واعمل مشاكل وكده. انا فكرت في خطه اني انا انام، اقول انا عيانه، انام تحت البطانيه، اول ما يروح هو الغنم هو اخويا، انا بقى اروح مدرستي. الخطه انك ايه، تعملي نفسك نايمه في السرير؟ والحد يعني اعمل نفسي نايمه، حد ما يروح هو الغنم انا بروح مدرستي. عيده انت دخلتي المدرسه متاخر. أيوة. يعني انت كان المفروض تدخلي وانت 6 سنين. كان سني 7 سنين. دخلتي متاخره سنه. ايوه. طب ولقيتي بقى التعليم حاجه صعبه ولا سهله؟ سهله خالص. التعليم حاجه سهله. ايوه بحب. افضل حاجه ليا التعليم، انا بحبه. محمد بقى انا عرفت واتاكدت ان انت ما بتحبش عيد الام ده خالص. بس بحب الام. لا والله بحب الام. عيد الام. عيد الام بس عندي فيه مشكله. 21 مارس قوي. بستناه كل سنه والله، وببقى قلقان قوي كانه يعني هيحصل فيه حاجه كبيره، وبيحصل يعني. ليه بقى؟ امي لازم لما نجيب لها اي هديه تعيط. عادي. لا بس بتعيط بناء على كل ما الهديه تكبر بتعيط اكتر. فاحنا بنحاول نقلل الموضوع، يعني نجيب حاجات بسيطه بحيث تعيط 10 دقايق وخلاص واليوم يخلص. يعني
حزينه ليه مع انه يوم جميل؟ بس امي دايما في العادي هي مرتبطه ب هي اي حاجه بنجيبها لها تقعد تعيطي تقول يا ابني ما عندنا منها واحنا يعني مش عارف. انت مره قلتي قبل كده؟ لا انا عمري ما شفت حاجه تقليد، بس انا في اللقطه وهي ودنيا بتغني قلت لا الاداء ده لا وريني اصاله. اصاله؟ ايوه. باباك ومامتك منفصلين وكان في حالة عناد ما بينهم، فهو منعك انك تشوفيها ومنع انها تشوفك. تمام. انت زي اي طفل عايزه تشوفي مامتك. عايزه اشوف مامتي طبعا. فكنت بتقول انا عايزه ماما، عايزه اروح لماما، هنروح الاسبوع الجاي ماما مسافره اما تيجي. في مره بتخانق بجد فقلت له على فكره انا بقى اما اكبر شويه هطلع في التلفزيون وماما هتشوفني وتجيبني ومش هاجي لك هنا تاني. قلت له كده حقيقي. ما اعرفش السنين بعدت وانا كمان ما بقتش افكر. عمته كانت عارفه المكان بتاعها، عايشه في دوله عربيه، فعمته جابتها وجولي انا ما عرفتهاش. يعني هي دخلت وانا ما عرفتهاش، وهي اكتشلي كانت بتشوفني في البرنامج وهي مخلفه بنوته. يعني اكتشلي هي دلوقتي. اختك مش شقيقتك. طولي دلوقتي. هي كانت بتحب البرنامج قوي وكانت بتقول لها البرنامج ده جديد وكده وتعالي شوفيه وبتاع، وكانت تتفرج معاها ماما. فكانت ماما كانت لما بتشوفني كانت بتحس ان انا يعني بنوتتها الصغيره، بتقول لها شبه نوسه بنتي، لان كان دلعي كده نوسه. فكانت بتقول هتقولي البنت دي عايزه اشوف البرنامج ده، فكانت بتفتحه تشوف. وبعدين لما هم قالوا لها ان انا بنتها هي وقعت اوريدي من طولها. كان ايه دمي خفيف شويه. طب ركزي. طيب بتعملي ايه؟ يعني ايه دمي خفيف مش فاهمه؟ ايوه انت عماله تقولي افيهات ودمك خفيف وانا دمي اخف منك، هستلمك مش هنزلك من البيت. فما بتعملي كده ليه؟ استفزك؟ انت بتقولي تسجلي لنا فيديو؟ الاغنيه دي بتقول لي الاغنيه دي ايه؟ غلس. غلس. انهي اغنيه دي ان شاء الله؟ دي اغنيه ايه دي؟ ماما؟ لا ماما انا مش ماما يا حبيبي. فهنشوف السؤال اذا كان يعرف مين يرد عليه. اسم مدرسه الماث بتاعت هاشم اسمها ايه؟ اي طب السؤال عم فير ده. اي ايه عم فير ده؟ عم فير ليه؟ ده ظالم السؤال ده. هو مش المفروض اب ايه مدرسه الماث المس بتاعت الماث بتاعت هاشم؟ افتكر كده. لا مش هيغششك، ماليش دعوه. انا مش عارف. ما انت هتعرف بتاعت هاشم. هو هاشم نفسه مش عارف. لا هاشم عارف. ما تقولش حاجه. هي بتدرس لك حاجه غير الماث؟ بتدرس لك حاجه ثانيه؟ لا لا لا. اسمها نانسي. اسمها مس يمنى. مس يمنى. لا انت اللي قايله السؤال ده. لا لا احنا اللي سالناها وهي اللي ادتنا الاجابه. امتى اخر مره بابا عزم ماما على السينما؟ ده بيدو نفسه مش هيفتكر. يلا يا لينا يلا يا مروان.
أيوة من كام يوم. طب منا النين مين جاب لي مين هدية؟ احنا الاثنين فعلا؟ عمل لي سوربرايز، جاب لي ماما وخالتي وصحبات المدرسة، عمل لي سوربرايز حلوة جدا. وانا كنت بقى داخلة متخيلة ان مفيش اي حاجة، هو ناسي ونام. لا 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 هو مش ناسي، وقايل لي انه مش ناسي، بس قاعدين في البيت ومرحرحين، وانا كنت عندي انترفيو رجعة الساعة 7، فعمل لي سوربرايز. وانتي قلت له ايه؟ جبت له سنارة صيد عشان هو مجنني بالصيد. كده كده يا قلبي، حتى مني كل حاجة حلوة فيا. كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي. كده كده يا قلبي، حتى مني كل حاجة حلوة فيا. راح وانقضى. احنا في 2019 وحلقات جديدة ومواقف جديدة، بس لا يسعني ولا يمكن ان انا افوت الفرصة دي من غير ما اشكر بامتنان وحب واحترام كل فريق العمل اللي بيشتغل معايا، سواء بقى كانوا في الديجيتال، في المحتوى، في الاخراج، في الانتاج، في الاستوديو، في الانهاوس. كل التيم ده يستحق مني شخصيا محبة واحترام وقبلة كبيرة جدا تتسع إلى نهاية العام. كل سنة هم كلهم طيبين.